دكتور، يعني ردود الأفعال من جانب القيادات السياسية في إسرائيل حول هذا النوع من التظاهرات تبدو في رأي كثيرين غير كافية وغير منطقية، تتفق مع ذلك أم لا؟ نعم، على ما يبدو أن هذا انقسام أفقي وعمودي يتركز الآن في داخل دولة الاحتلال وسيترك تداعيات مستقبلية، وربما نكون في المستقبل المنظور أمام حرب أهلية داخلية إسرائيلية وأمام حرب داخلية أمريكية في ضوء الانتخابات الأمريكية التي يراهن عليها نتنياهو. هذا أحد السيناريوهات الذي تبقى احتمالية أعلى، وخاصة في ظل الجنون والتوحش، عمليات التوحش. إسرائيل فقدت مبرر وجودها كدولة كما فقدت ألمانيا النازية مبرر وجودها، لا شيء باتت لدولة الاحتلال إلا لدى الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس كونغرس المدعوم صهيونيا. ولذلك من يراهن على بقاء هذه الدولة بهذه الطريقة سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي سيعني مزيد من التراجعات والمأزق الأكبر التي ستدفع إسرائيل إذا لم تحترم إرادة المجتمع الدولي وإرادة الفلسطينيين في الحرية. منطق إدارة الصراع والوصول إلى تهدئة هنا وهناك، وإن كانت ميزان القوى هي من تكفل ذلك حتى الآن، إلا أن هذا يعني تأجيل الصراع فقط لسنوات وربما لأشهر ثم يعود يندلع وإن كان بصور وأشكال جديدة، دون الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني بالحد الأدنى كما وردت في قرارات الشرعية الدولية. فالعالم تعامل 56 عاماً مع الفلسطينيين باعتبار أن هناك مشكلة يهودية يرغب بحلها. الآن المشكلة الفلسطينية تطرح نفسها وتقول أن هناك شعباً ودولة استعمارية احتلت أراضي الغير وهي تحتلها وترفض الانصياع إلى قرارات الأمم المتحدة. هناك أصوات كثر باتت تدرك السردية الفلسطينية بعد سقوط السردية الأمريكية والإسرائيلية التي دفعت وأنفقت حولها مليارات الدولارات في هوليوود ووسائل الإعلام والتسويق والتغطية على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتبرير وجود الاحتلال وعدم القيام بالحد الأدنى المطلوب من دول العالم والأمم المتحدة لإنهاء هذا الاحتلال الذي يعد أطول احتلال في التاريخ الإنساني. ولذلك إزاء هذه التطورات ورغم أن ميزان القوى لم يقرر بعد أو لم يقرر الفلسطينيين إزاء الوصول لحقوقهم لمجموعة من العوامل لا علاقة باستمرار الدعم الأمريكي الذي من الممكن أن يخفق ويتراجع على مدار سنوات أيام ما صعد ترامب والله بايدن، فالفلسطينيين لن يضرهم ماذا سيفعل بايدن أو ترامب، فكلاهما وجهين لعملة واحدة. ولذلك استمرار النضال هو الوسيلة للوصول الفلسطينيين لحقوقهم رغم مرارة ما يحدث معهم ورغم كل ما تفعل إسرائيل في عمليات كي وعي وعمليات قتل منظم هي تريد من خلالها إبادة الفلسطينيين وتهجيرهم. ولن تنجح في إلغاء القضية الفلسطينية أو إلغاء وجود الفلسطينيين، ففلسطين أرض لها شعب وشعب يذوب عن حقوقه الوطنية، ولن يتغير النظام السياسي الفلسطيني باتجاه شراكة سياسية وقيادة موحدة واستراتيجية نضالية تلتزم بقرارات الإجماع الوطني، ويتغير أيضا منظور العالم ارتباطا بتغيرات وصعود الصين وروسيا والتغيرات التي يمكن أن تحدث. وأيضا أي صراع، يعني كما تعلمنا بلغة التاريخ، أي صراع يمتد إلى صراع إقليمي وصراع دولي سيجد أيضا ما يكافئه من قوة أخرى. هناك أصوات كثيرة في العالم تطالب بوقف هذا العدوان، وربما نكون أمام تطورات عالمية مقبلة في خلال المنظور القريب أو حتى بالمنظور المتوسط. أما عن هذه الحرب هي الأبشع في التاريخ والأكثر وحشية، فستدفع إسرائيل ثمنها كما دفع نظام التمييز العنصري الذي توحش ما قبل إسقاطه. يبدو أن ننظر إسقاط إسرائيل ويتصر على استمرار إسقاطها أيا ما كانت خياراتها، إلا إذا كان أحد خياراتها هو الانصياع إلى رغبة الفلسطينيين وإرادتهم وإرادة المجتمع الدولي القاضية بإنهاء هذا الصراع بحل الدولتين وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الغير قابل للتصرف.